قبل سفراء الحوار كان عندي مفاهيم كتيرة مش حاضرة، مش مستوعبها كويس، ما كنتش بسمع للناس كويس، كان عندي النزعة دايماً أن أنا أتكلم أكتر من أنا أسمع، ما كنتش بستنى أفهم اللي قدامي قصده إيه عشان أحدد أنا هرد أقول إيه، ما كنتش عارف هل طريقة كلامي مع الناس أو طريقة تواصلي مع الناس دي كانت صح ولا غلط. قبليها أنا كنت بشوف نفسي أن أنا شخص متحاور جداً، والحياة بالنسبة لي حلوة والحياة بالنسبة لي سهلة، والمشكلة في الناس التانية، المشكلة في الناس التانية اللي هي مش عارفة تدخل معايا أنا في حوار، مش عارفة تفهمني ولا أنا أفهمها. كنت زي أي حد عادي بيحكم على الناس وبيحطه في قوالب، ما بيسمعش كتير، متعند جداً لرأيه. كنت أنا قبلها بتخانق، بعلي صوتي، بعمل مشكلة، لا أنا رأيي هو اللي صح، أنت مالك؟ أنا شايف نفسي صح، وبعمل مشكلة كبيرة قوي. ده ما كانش بس في الورشة ساعتها، كان في حياتي كلها. كنت بشتغل في سياسة، فسياسة طبعاً فيها ساعات كتير مفاوضات ونزاعات وحاجات كتير، فكنت شخص عندي عصبية. كنت متعصب لرأيي قوي، فأنا كان بالنسبة لي تحدي إزاي أنا بعد كده هيأثر ورش عمل عن ثقافة الحوار وأنا متعصب لرأيي. بعد سفراء الحوار زادت عندي قيمة الحوار وإن أنا أفهم اللي قدامي قصده إيه. قررت إن أنا بطل سياسة وأشتغل في الديفلوبمنت ودخلت أمباسدورز فور دايلوج، فشايف إن لا، إن أنا دلوقتي عندي إن أنا هادي أكتر، بحب أسمع الناس. ما عنديش النزعة زي الأول إن أنا أدافع عن وجهة نظري بس عشان انتصر لرأيي. أنا بقيت ممكن أدخل في حوار مع ناس أنا ما كنتش أتخيل إن أنا هتكلم معاها وأتقبل رأيها وممكن أتبناه كمان وأخد من رأيهم كتير. حسيت إن أنا بقيت شخص إيجابي أكتر، بقيت شخص متفتح، بقيت متفاهم لوجهات النظر الأخرى، وبدأت أحاور مع ناس كتير جدا حتى لو أنا في اختلاف كبير. بدأت كويس أسمع الناس وأفهمهم كل واحد عايز يقول إيه، هو هنا ليه، هو بيتكلم بالشكل ده ليه، هو ليه منتمي لحزب معين، ليه بيشجع نادي معين، ليه بينتمي لكيان معين. ابتديت افهم شويه هو التواصل ده ايه، طب انواعه، طب الحوار هل هو مفيد اصلا ولا ممكن نقضيها مناظرات طول حياتنا وكل واحد بيحاول يثبت خطا التاني. انا شايفه نفسي ان انا ابتديت فعلا وانا بتكلم مع الناس او انا بتعامل مع الناس اسيبني من اي خلفيه كانت عندي او اي راي مسبق كان عندي بخصوص اي حد، وابتدي افهم الحد ده كانه حد مختلف.